الإسلامية من مختلف بقاع الأرض. أنشئ المتحف في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني، وتم افتتاحه عام 1903. وقد مر المتحف بمراحل تطوير مختلفة كان آخرها عام 2010. في 24 من يناير عام 2014 تعرض المتحف لخسائر كبيرة وتدمير واسع، متأثرا بانفجار إرهابي استهدف مديرية أمن القاهرة في مبناها المواجه للمتحف، وتم تدمير العديد من المقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف. إلا أن المصريين الذين يهيمون عشقاً لهذا البلد لم يقفوا مكتوف الأيدي، فمصر أبية شامخة بقدرة أبنائها على التحدي والبناء. بالمشاركة في هذا الصرح القومي الحضاري لكي تتضاعف الإنجازات، قامت دولة الإمارات بتقديم كافة صور الدعم المادي من أجل إعادة المتحف إلى ما كان عليه كأحد أهم متاحف الفن الإسلامي على مستوى العالم. وتمت الأعمال بواسطة جهاز المخابرات العامة المصرية، وجرت أعمال التطوير والترميم بأحدث الأساليب، وتم تطوير العرض المتحفي بواسطة سواعد ماهرة من المرممين والآثاريين وفريق العرض المتحفي الذين ساهموا بالكلمة وبالفعل في إظهار جمال وإبداع فنون الحضارة الإسلامية. ولأننا قادرون على التحدي، قادرون على أن نزرع الأمل، تم التنفيذ وفق برنامج زمني لترميم المتحف وإعادة تأهيله من خلال الترميم الداخلي والخارجي، كما تضمنت أعمال التطوير تقوية زجاج واجهات المتحف وقاعات العرض، تحديث وتأهيل المنظومة التأمينية بالمتحف من خلال كاميرات للمراقبة وغرفة مركزية للتحكم. تم تطوير بعض القاعات واستحداث قاعات جديدة بالمتحف مثل قاعة عصر محمد علي وقاعة أخرى تحتوي على مقتنيات نادرة من السلاح والعملة، وتم إطلاق اسم الشهداء عليها تأكيدا على العلاقات الأخوية التي تربطنا بالأشقاء في دولة الإمارات، وتكريما لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سيبقوا رموزا مضيئة في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية. ولا ننسى كذلك الدور الهام الذي قام به كل من مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة والحكومة السويسرية في تقديم الدعم لترميم واجهة المتحف ودار الكتب التي تضررت كثيرا بسبب الانفجار، وكذلك المنحة المقدمة من اليونسكو لتطوير معامل المتحف، فضلا عن منحة الحكومة الإيطالية المخصصة للتدريب وبعض الفتيات. أشرقت شمس حضارتنا الإسلامية ليظل هذا المتحف خير شاهد على عظمة التاريخ الإسلامي وتميز فنونه التي تعكس أسمى معاني الاعتدال والتسامح، وأيضا تأكيدا على ما بين مصر والإمارات والمنظمات الدولية وباقي شعوب العالم من تاريخ طويل من التعاون المشترك
وعلاقات راسخة تسمو فوق كل الاعتبارات. تحية لكل من ساهم في هذه الملحمة التاريخية والتي جعلت من متحف الفن الإسلامي منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر العصور.